ناس كتير بتقول لي يا محمد، لما انت عدلت الموتوسيكل كهربا ليه سايب التانك لسه راكب في الموتوسيكل؟ ما انت كده مش هتحط بنزين تاني. فانا في الفيديو ده هقول لك انا ليه سبت التانك في الموتوسيكل، بس ده شكل التانك بعد التعديل وبعد لما انا نضفته بالسائل اللي عندي. لو انت عندك اي تانك في اي صدى بيرجعه لك جديد زي ما انت شايف. طبعا علشان اعمل اللي انت شايفه ده هعرفك دلوقتي انا عملت كل ده ازاي. اول حاجة رحت لواحد صاحبي سمكري وفكيت الكرسي بتاع الموتوسيكل وفكيت التانك علشان نبتدي نحدد المكان اللي احنا هنفتح فيه الباب اللي احنا عاملينه في التانك. هتقولي طب ليه يا محمد انت عامل كده؟ هقولك هعرفك دلوقتي. انا طلعت التانك زي ما انت شايف اهو، وده شكل التانك وهو مش راكب على الموتوسيكل. وشوفوا شكل الموتوسيكل عامل ازاي. طبعا شكل الموتوسيكل من غير التانك مش احسن حاجة. ده المكان اللي احنا هنحدده زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت لكم التانك من غير الموتوسيكل هيبقى شكله مش حلو خالص زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى دلوقتي نشتغل في التانك ونفتحه علشان اعرفكم دلوقتي احنا بنفتح اللي انتوا شايفينه ده ليه. طبعا دلوقتي اول حاجة هنبتدي نحدد هنا القسطة بيحدد اهو المكان اللي احنا هنشتغل فيه ونقطع فيه بالصاروخ. قال لي تمام كده يا باشا، قلت له يا باشا تمام ابتدي اقطع. فهنا بقى القطع زي ما انتم شايفين هيبتدي يقطعه من كل الاتجاهات. وهنا بعد ما ابتدى يخلص اهو زي ما انتم شايفين القطع اخر مكان هيقطع فيه وتلاقي التانك يطلع معاه على طول. بس كده طلع معاه زي ما انتم شايفين. بقى اللي كان جوه ده كان رواسب وصدى، وفي نفس الوقت كنا سايبين في خلة علشان لما يجي يقطع ما يحصلش حاجة في التانك لا قدر الله. هنبتدي بقى نرمي كل الرواسب دي. وهنا كنا بنثبت الزوايا اللي هتفتح وتقفل الباب اللي احنا عملناه في التانك. زي ما انتم شايفين هنا كنا ركبنا الزوايا. وهنا بقى قلت له يا اسطى عايزك تجرب لي الباب بتاع التانك وهو بيفتح. فلقيته بيفتح نص فتحه كده، قلت له لا انا عايز الباب يفتح للاخر. قال لي تمام ماشي هخلو لك يفتح للاخر. قلت له الفرق ده عايزين نقفله برضه. وهنا بعد اما كان كل حاجه اتعملت زي ما انا قلت والباب بيفتح للاخر والفرق اللي تحت اتقفل زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا لحد دلوقتي هنا خلصت عند صاحبي، وهبتدي بقى ان انا اجي دلوقتي علشان افنش التانك لان الشكل ده مش عاجبني طبعا. فهنحتاج سلك وهنحتاج مناديل، وده السائل اللي انا بقول لكم عليه يا جماعه. هبتدي دلوقتي احل الكرسي علشان لو جه عليه السائل الكرسي لسه جديد هيتبهدل. وهبتدي دلوقتي ان انا ارش السائل زي ما انتم شايفين. وعلشان الوقت هبتدي اعمل بالسلك كده نشف التانك علشان الصدى يطلع بسرعه. وللعلم انا لو سبت السائل ده في التانك من غير ما اعمل حاجه بالسلك هيفور الصدى اللي انتم شايفينه ده. هنا بمشي السلك في التانك علشان بس انجز وقت في الفيديو. وبعد التنظيف يا باشا بقى هجيب المناديل. طبعا الفرق واضح بين قبل وبعد، التانك زي ما انتم شايفين رجع جديد. المادة دي طبعا غالية قوي وانا جايبها علشان استخدمها في الموتوسيكلات الكبيرة، في التانك بتاع الموتوسيكلات الكبيرة، لان التانك ممكن يعمل له 15,000 و20,000. مش عشان المكنة الصيني، المكنة الصيني كلها على بعضها التانك بتاعها بألف جنيه تقريبا. هنا بقى هبتدي ان انا ارش سبري علشان يكون التانك كده اتفنش بالكامل وما يبقاش باين فيه ان حصل اي حاجة. زي ما انتم شايفين يعتبر ان التانك ما اتقطعش اصلا، رجع لوضعه القديم. طب لو هتسألني دلوقتي انت عملت كل ده ليه يا محمد؟ اقول لك يا باشا علشان نستغل التانك ده ان هو يبقى زي نظام شنطة لو عايزين نعين في اي حاجة، وفي نفس الوقت هنعدل في البطاريات اللي هي راكبة ورا، لان البطاريات اللي في الموتوسيكل دي راكبة ورا في علبة كده عند الشبكة شكلها مش حلو. انا عايز افك البطاريات واجيب بطاريات تانية وتبقى راكبة في التانك ويبقى كده الموتوسيكل مش ناقصه اي حاجة. وهنا انا كنت فنشت كل حاجة يا باشا وده الشكل النهائي. وانتظرونا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله لما احنا نجيب البطاريات الجديدة ونشيل العلبة دي ونركب البطاريات في التانك ويبقى كده الموتوسيكل جاهز لو اي حد محتاج التعديل ده. وبس كده.